أول شيء شو هالجمال ناتالي؟ أنا دائما بشوف إلا ناتالي بقول لها ناتالي دخيلك شو هالجمال، مظبوط ولا لا؟ على طول. أول شيء قعدي هون وتفرجي بليز، حطوا لنا شو بده يحطوا لنا الشباب؟ حطوا لنا موسيقى شباب لأقوم أنا تفضلي تاتيانا. شو بدنا تاتيانا بدنا نقوم بدنا نقوم بدنا نمشي مثل الموديلينج طبعا وأنت طبعا بدك تحطي لنا علامات طبعا تحت الصفر والله بتحطي تحت 20 تحت الصفر انت اقعد وتاتيانا بتقوم بالوالد انا ومرنا اذا بتريد كنت الخير انقذوك يلا صبايا موسيقى ميوزك بليز بدك ذكرى تاتيانا تفضلوا تاتيانا مرعي طول 103 سنتي عرض 75 سنتي يعني جميل ميرنا جمال طول 4 أمتار جمال طول عم تخلق بيني وبين مين لا ما فشل صلى عليكم صلى عليكم صلى أول شيء زعفة كثير كبيرة أول شيء انبسطت بتاتيانا، تاتيانا كانت ناتاليز ايجنسي يعني عنجد؟ ومن الأوائل وبتعرف محبتها هيدي شغلة ما بعرفها أنا طبعاً طبعاً كانت آه كانت معي شفت شوفي عندها شوفي عندها أشياء ما بتعرفها الله عليك أنت مرنتيها؟ إيه تاتيانا قول بتجنن برعد بكل شيء بسم الله عليك بحبها ودايما فخوره فيها وأنا بحبك كثير وبحب جوني كمان إيه ناتالي أنت خبيرة بعالم الموديلينج ومن رواد هيدي المهنة بلبنان مين بلبنان اليوم بهيدي المهنه من مهنه وينو لبنان؟ وين لبنان من من هالمهنه اللي اسمها الموديلينج؟ يعني ما فيني اقول لك الا واسف هيدي الكلمه اللي بقولها اللي وصلنا لها مش بس انه الاحوال الاقتصاديه هي اللي رجعت الاشياء لورا السوشيال ميديا دائما بقول لهم هي سيفز وحدين فتحت بواب انه الناس تلتقى عبر القارات خلقت كثير مودلز عطت فرص بس للاسف ولدت لنا اشباه المودلز اللي صاروا كلهم يدعوا انه هني مودلز بقى انضربت المهنه هيدي وبزيت الوقت كمان الديزاينرز ثلاث ارباعهم صاروا بخيطوا بفصلوا وبيعملوا يعني ما بقى شو قعدوكم بالبيت مخلوط يعني؟ الحابل بالنابل مش قعدتنا ما فيوني قعدونا بالبيت بس انا صرت كثير بيكي بتنقيه الاشخاص انا تعودت اشتغل اكثر مع الاجانب قبل كنت لبنانيات بعدين اول من ادخل عرضات اجانب يعني دخلت فوق 30,000 موديل على لبنان انا اكثر كمان من ال 2000 واشتغلت بطريقه كثير احترافيه لا بدك تقلي ليه الفرق بين اللبنانيه ورحتوا على الاجنبيه نعم. هقول لك فادي الفرق انه الاجنبي بتاخذ المهنه كمهنه، يعني هي انا جاي اشتغل، مش بتبلش تنق وبتبلش بدها تتدخل بالشردي وبالوردي اذا عملوا لها ميك اب لا انا ما بحب اذا لبسوني انا ما بحب الاجنبيه هي رايحه انا جاي اعمل شغلي وفل مهمه هي. يعني جاي مهمه حتى ما في ما بتخلط الشغل بالاشياء الشخصيه او انه انا والله رايحه اعمل بزنس بدي بعدين اصير عم بظهر مع صاحب هالشغل مشان تا انا اوصل شو كانت تنق؟ لا بتجنن ما كنت تنق ابدا تعملي لها مكياج بدك اياه لك هون بتحرق دينا لتلبس ولا تعمله ما هلا خلص تعودتوا الفرق فيكم باي ذا واي انا كنت بالايجنسي المنافس جورج كعدي عسلامة عينه جورج انا بحبه طيب ناتالي كثير بنسمع انه مهنه الموديلينج البعض بيستغلها يعني لاغراض جنسيه كيف الصبية أو الشاب لازم يفرقوا ليعرفوا الصح من الغلط؟ ما إليك أول شيء دور العائلة بيلعب دوره هي هون الحصانه بتجي من الاهل، انا بلشت من 11 سنه كنت اصغر موديل انترناشونال وقت انا بلشت، بس الدور بيلعبوه الاهل قبل لانه اذا ما بيكونوا عم بيراقبوا خصوصا باعمار معينه بتعرفي مثل قصه الدراج بصير يغروكي بيغروكي تيجروكي ايه بتتذكري؟ سو الاشياء الاغراض الجنسيه موجوده مش بس بمهنه عاد اللزق بكل المهن، هي الحصانه انت بدك تعمليها من العائله بتبلش بعدين انت بدك تحسني حالك، ما في حدا يكون رقيب عليك واذا انت مش قابله لهالموضوع ولا في شيء بغرك مزبوط رح نعطيك اسماء حققوا شهره بعالم الموديلينج بدك تختاري غنيه مناسبه توصف كل وحده منهم يا لطيف يعني لا تقول اول شيء تساعديني اكيد شو بتساعدوا فيكم تساعدوا حتى حضرتك فيك تساعدنا سيرين عبد النور سيرين كمان كانت بلشت عندي بسم الله عليك شو بعد في انا ما بلشت ما بعد في انت لا سيدي بلشت رح انتهي عندك انا شايف اغنيتها
لو بصف عيني بحبها. صفة، خلينا نقول صفة بلغ النجوم. سيرين كانت مهضومة على المسرح، مهضومة ليك سيرين الشات، كانت كتير ذكية يعني. نعم. كانت تسمع شو أحكي وكانت تعملون، يعني كانت تعرف كيف تاخد الفرصة. أنا كنت أعطي مثل دايما لل تتذكر تاتيانا، قال لهم انتم بدل ما تنقوا، خصوصا بالنسبه لنا شغلنا مش ضروري نفكر بس بالماده، الماده انت بتجيبها اذا اشتغلت واجتهدت. صح. بس اليوم انت تتعرف تاخذ الشغل بتنقي، يعني اليوم اذا كان في اعلان ودفعوا لك عليه لو فات الدولارات وكان اعلان فاشل ضربك وضرب البرودكت، فرق ما مدفوع قليل بس هيدا الاعلان حيجيب لك لبعدين اشياء ثانيه. هيدي بتصير وهني ما كانوا يفهموا، سيرين فهمت اللعبه ومش هيك نجحت. ليام كلينت انا مني قريبه منها. صفه صفه لا لك شغله، هي كانت كثير ذكيه بثقافتها بس ما عرفت بالحياه تكون كثير ذكيه. منى روس زمن الجميل. رين سبتي، رين سبتي كمان كانت موديل كثير حلوه. نيكول بلان بتجنن كانت. كاتيا كعدي، كاتيا عسلامتها. نانسي افيوني، نانسي حبيبه قلبي. طلع عليكي بأسرع. طيب. كتار من الأسماء. كاتيا ونانسي كانوا معي بسبلاش. ها؟ كاتيا ونانسي كانوا معي بسبلاش. إيه مزبوط 100%. إيه كانوا معك بالبرنامج حلو كتير. كتار من الأسماء إلك فضل أنت بشهرتهم ووصولهم. وصولهم. برافو عليك. مين طلع حافظ الجميل؟ لينك ناكر الجميل. كتار ناكرين الجميل، لكن انتبه اللي بيعطي ما بيسأل. أنا بتطلع براقب، بنبسط وشوفهم ناجحين لأنه بعتقد أني بلشت المسيرة، بلشوا معي مسكت بإيدهم توصلوا. في ناس اللي دلوا على تواصل أو بعدهم بيذكروا، في ناس تناست وين بلشت أو مدري ليه بأفكارهم. بس الفكرة أنه اليوم يا جماعة الإنسان ما نكر أصله لا أصل له، يعني اليوم إذا أنت بلشتي بشغلة معينة وإنسان وصلك، مش وصلك تدل يقول لك إنه وصلتك، بس وصلك مشي معك هالدرب تخليكي توصلي مشوارك. حلو تذكريه بكلمة، حلو تذكريه إيه، لأنه انتبهي لأنه بالنتيجة أنا عندي ملف كل وحدة from A to Z بينسوا. أنا لو كنت إنسانة مأذية في بعض الأشخاص إذا كان يمكن في طلع ملفاتهم يشوفوا حالهم ساعتها كان صار عندهم صدمة. في أحد البنات أو كم بنت هي رح اقولها بس ما تقولوا لي سمي مثلا مره لقيت صوره انا وياهم كنت بعدني موديل وكانوا عندي سو مصورين. هلا اذا بيشوفوا حالهم كيف كانوا بينصدموا. عملت تاج لحدا منهم سمي. بدل ما لا ما رح سمي. بدل ما تنبسط ما شافت التاج وما نزلته. ليه؟ بالعكس حلو الانسان انه ما كنت بشعة بس انه ما كنت اكيد بهالجمال يعني. سو في ناس ايه بتتخبى. تعتبري حالك سيدة أعمال ناجحة؟ طبعا لو مني ناجحة كيف يعني؟ تقلك ليه فادي؟ لو مني ناجحة ما قدرت ضاين الوحيدة اني من الموديلين كملت بأجانس انتشرت عالميا كاسم اول، كنت اول ايجنسي بالشرق الاوسط بس بلشت، يعني كل اللي على الساحة بتشوفهم كانوا بلشوا كمان شغلهم معي. ايه اكيد بفتخر لانه ما بشتغل او فوت بفوتي وبتعرفوا انتم خذوا من الايفنتات اللي عملتها، ما بفوت بفوتي بعمل دعسة ناقصة. هلا مثلا بيقولوا لي اوقات وين اختفيت؟ بقول لهم ما اختفيت بس انا بحب نيمكم شوي هيك فاجئكم مثل قبل. نتالي سكرت لبنان. حلوه الكلمه. طب نتالي بدي اسالك شوف. في شيء بس كمان قريته عن السوشيال ميديا انا بدي اعطي رايي فيه. تفضلي. انه كمان السوشيال ميديا خلت اغلب المهن تخسر الفاليو تبعيتها. طبيعي. يعني بتحس الفنان كان له قبل صح. مش بس الغنى، كل تقوله كثير مهن خسرت الفاليو تبعيتها بوجود السوشيال ميديا، لانه السوشيال ميديا طلعت مهن جديده ما بنعرفها. يعني طلعت البلوجرز، الفاشينيستا اللي صارت قاعده بالبيت تعمل اعلان لاي برودكت عندها بالبيت، صار لها هي فاليو اكثر من فنان عم يقدم كونتنت وعم يتعب كل السنه لينزل عمل الناس تحضره. وهي بتضحكي على الموضوع. هيدي من بين المهن اللي بتسمعي انفلونسر وبلوجر بتكون منك عارفه انك من المهن اللي خلت الموديلينج تختفي شوي. لا وانتبهي ثلاث ارباعهم فيك. يعني اذا بتراقبي اذا عندك انا مثلا مدير اعمالي بيراقب كل التفاصيل وبوجه له تحيه عليه معي بيراقب كل التفاصيل بتفوتي على بفوت على الستاتستيك تبعهم بتطلع بتلاقي كله فيك. في احد الزباين عندي مثلا مره اجى بده يعمل معي ديل بعد ما بحلي صوتي وقنعته اجت وحده من البلوجر صارت تفرجي عندي 100,000 وانا بعملك. قلت له لك لحلها كلمتين بس تطلع من هالمكتب ممنوع ترجع عليه اذا انت اشتغلت معه لانه فيك. ما اقتنع راح رجع والله رح ينتو شعراته لانه طلع من ال 100,000 ما بيطلعوا عنده 10,000. عصير هالموضوع بدي اسال سيلفيو، اليوم في كتار من الرياضيين فيك على السوشيال ميديا؟
لك انا بعرف وعم شور انه بالسوشيال ميديا فيك تشتري كل شيء يعني اللايكس والفيورز ومين بيعمل لك فولو من اي بلد صح. حتى اقول اللي بتلبون الايجنسيز كمان فيك تشتري شو كل شيء فيك تشتري والفيوز على الستوريز كله 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 بينشر بس هيدا بحسه ما له معيار كيفك مع السوشيال ميديا وسعادتك بالانتخابات نحن بس كانت ميديوم انه نطلع نحط الايفنتس تبعنا ما يعني حطيت خطابات حطيت أكيد. شعارات أكيد. حطيت كذا أكيد. ما ساعدك هالشيء لتنجح الى حد ما مش كبير نحن عملنا الحمله فيزيكلي رحنا على البيوت رحنا على البلدات على الضيع 1300 زياره 45 يوم واو. شو عم تحكي كنت انصح من هيك اكيد 20 كيلو يعني مش معقول 20 كيلو 20 كيلو اه يعني مش معقول 1000 طيب نفادي بدي ارجع لعندك بدي اسالك صحيح انت وصغيره كنت دائما تلعبي مع الصبيان وتدقيهم قتله ذكرتيني بحالي عرفت انا كنت جرسون مونكي كنت كثير شيطانه وكنت من كثير شيطانه بس الوقت قلبي كثير طيب بس كنت تراضيهم هذا اللي بدي اعرفه بهي نكتي انه كنت طعميهم القتلة واخذهم صفهم على الحيط وجيب لهم بوزه وركب دين على امي ما معها خبر توصل امي على السوبر ماركت لعنده هي وفيلي قال لها يا دكتور يا دكتور تقول له شو في قال لها عليك بنتك بس ما تكوني لهلا بعدك عم بتدقي لا هلا صرت مسويه اكثر بالاخر يلاقي علي دين ليت قال لهم طعمتهم قتلة جايين عم بيبكوا رضتهم بالبوزه انا قال له براد بضرب من مره انت عقرب طيب ما زالك هيك عقرب كانسير مجهزه لصندوق الجرسه يلا 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 صندوق الجرسه صندوق الجرسه